أهلا وسهلا بكم في المساق الخامس، ممارسات تعليمية مفتوحة. حتى هذه اللحظة تعرضتم لمفهوم التعليم المفتوح والتراخيص المفتوحة. الآن سوف نركز على تأثير المحتوى المفتوح على الممارسات التعليمية التعلمية. بمقدور عملية إنتاج المصادر التعليمية المفتوحة واستخدامها وإعادة استخدامها أن تغير طريقة قيامك بالتدريس في عملك اليومي، إذ يمكن للمصادر التعليمية المفتوحة أن تمثل الخطوة الأولى نحو تحسين انخراط الطلاب ومشاركتهم وتحفيزهم وتحسين جودة تعلمهم. هذا المساق يتمحور حول تقديم مفهوم الممارسات التعليمية المفتوحة وكيفية تبني الممارسات التعليمية المفتوحة أثناء تصميم مقررك الدراسي وتعليمه وكيفية تبني آليات التقييم المفتوح. أتمنى لكم رحلة تعليمية مشوقة ومفيدة في هذا المساق.